البنت اللي قدامكم ديت عملت اسهل طريقه لعمل اللانشون في البيت بطريقه صحيه جدا وكمان مكونات بسيطه وطريقه سهله قوي، وبصراحه ناس كتير قوي كانت بتتكلم عليه، علشان كده كنت متحمس ان اجربه واشوف طعمه عامل ازاي. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج فرخه وزنها حوالي كيلو، وهنضيف عليها بصله متقطعه مكعبات صغيره، اربع فصوص ثوم، جزره وهنقطعها شرايح، ورق لورا، معلقه صغيره فلفل اسود حصى، واخر خطوه هنغطيها بالميه وعلى نار متوسطه هنسلق الفرخه. وبعد ما نسلق الفرخه هنبدا نصفيها من الشوربه، وبكل بساطه هنبدا نخليها من العظم وهنشيل برضو الجلد. وبعد ما نخلي الفرخه من العظم والجلد هنضيف عليها الخضار اللي احنا سلقينه، وبالنسبه للتوابل هنضيف معلقه صغيره بهارات دجاج، معلقه صغيره بصل بودر، نص معلقه صغيره توم بودر، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، وهنحتاج حبه بنجر وهنقشرها. وبعد ما نقشر البنجر هنبدا نبشره، وبعد ما نبشر البنجر هنضيف عليه حوالي ربع كوبايه ميه وهنقلب كويس، وبعد التقليب هنبدا نصفيه. وبعد ما نصفيه كويس هنبدا نضيف ميه البنجر على المكونات عشان يدينا اللون، واخر خطوه هناخد كوبايه من شوربه الدجاج وهي سخنه، وهنضيف ربع كوبايه جيلاتين وهنقلب كويس، وبعد التقليب هنضيفه على المكونات. ودلوقتي هنقول بسم الله ونضرب كل المكونات دي في الخلاط او بالهاند بلندر. وبعد ما ننعمه كويس بالشكل ده هنحتاج اي ازازه بلاستيك ونبدا نقطعها من الجزء ده. وبعد ما نقطع الازازه هنبدا نصب الخليط، وبعد ما نصب الخليط هنبدا نخبطه بالشكل ده، وهنبدا نغطيه باي كيس بلاستيك او استريتش. وبعد ما نغطيه كويس دلوقتي هندخله الثلاجه لمده يوم كامل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد مرور حوالي يوم كامل، وزي ما انتم ملاحظين كده اتمسكت معانا بالشكل ده. وبكل بساطه هنبدا نخرجها من الازازه، وبعد ما نخرجه بالشكل ده كده اللانشون اصبح جاهز. وبصوا كده بسم الله ما شاء الله النتيجة عاملة ازاي. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. انا عايز اقول لكم بصراحه كده، لو انا قلت لكم ان اللانشون اللي انا عامله دوت احسن من اللي بنشتريه من السوبر ماركت اكون بكذب عليكم. بصراحه اللي بنشتريه من بره احسن من ده بكتير، ممكن دوت مثلا نقول عليه بديل صحي لللانشون، بس لو هنقارن بينهم طبعا اللي بنشتريه من بره احسن من ده بكتير. ده طعمه ممكن يشبهه مثلا اكنك بتاكل سندوتش فراخ. وكمان لاحظت حاجه، ان انا لما خرجته بره الثلاجه بصوا شريحه اللانشون بقت تماسكها قليل جدا، وحاسس ان هي عامله زي العجين وكمان بيتلزق في الايد. يعني بصراحه ما نقارنهوش خالص باللانشون. وبس كده، ده كان رايي واشوفكم في فيديو جديد. سلام.